من جهته أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده ستقدم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار، موضحا أن الحزمة الجديدة تشمل ذخائر لراجمات صواريخ دقيقة التصويب من طراز هيمارس وقنابل عنقودية ومركبات تكتيكية خفيفة. وأضاف بلينكن أن واشنطن ملتزمة بدعم دفاع كييف عن نفسها ضد الهجمات الروسية المتكررة وفق قوله.